نسأل بقى نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبالأستاذ هيثم ووصلة البرنامج والسادة المشاهدين. أهلا. يعني هيثم بيقول الحقنة السليمة بتاعت الـ RH جبناها من السوق السوداء في الشارع كأننا تجار مخدرات، بينما الحقنة المغشوشة دي اللي تأكدنا إنها مغشوشة، وهنسأله إزاي تأكد الحقنة المغشوشة دي خدها من اشتراها من الصيدلية. طيب يعني بداية غش الدواء ده ظاهرة عالمية واحنا بنعترف بيها، وياما حذرنا من الموضوع ده عالمية. ثاني شيء وانا عايز أؤكده ان حقنة الانتي ار اتش مش موجودة في الصيدليات، طبقا لقرار وزاري لا يجوز بيع حقنة الانتي ار اتش واقتصارها على الشركة المصرية وفاكسيرا زي ما الاستاذ هيثم بيقول دلوقتي اسمها فاكسيرا. اي صيدليه ما فيهاش حقنه انتي ار اتش، اي صيدليه فيها حقنه انتي ار اتش لاما متهربه او مسروقه من فاكسيرا خلاص، لاما مغشوشه ومجهوله المصدر. طب يبقى كل الصيدليات اللي بتبيع الانتي ار اتش دي او الار اتش دي بتبيعها سايبينها ازاي يعني؟ معلش دي جريمه يعني والله ده بيسال فيها اداره التفتيش الصيدلي، لان المعني بالتفتيش على الصيدليات هي اداره التفتيش الصيدلي. اما كل صيدليات مصر صدر قرار من معالي الوزير بمنع بيع حقن الانتي ار اتش لانها كانت قليله. ال 3700 حقنه الاخيره جت عن طريق القوات المسلحه، فاكسيرا خدت منها 2200 حقنه والباقي تم توزيعه من خلال الشركه المصريه. اذا صيدليات مصر، مصر تحتاج سنوي يعني شهريا 5000 حقنه. صيدليات مصر الان لا يوجد بها حقنه انتي ار اتش، بيقتصر توزيعها لا في الشركه المصريه ال 24 فرع الموجودين تبع الشركه المصريه، واللي موجود دلوقتي مغشوش. واللي موجود دلوقتي عشان نقول للناس اللي موجود دلوقتي، الموجود دلوقتي مجهول المصدر او مهرب. يعني انا بحذر كل المواطنين ما حدش ياخد حقن انتي ار اتش، حقن الانتي ار اتش لا اما في الشركه المصريه لا اما في فاكسيرا. طيب معلش يا هيثم، عايز اسال حضرتك دكتور بعد اذن حضرتك، في صيدليه شهيره يا دكتور مش عايز اقول اسمها السلاسل السلاسل لا مش السلاسل يا دكتور، في صيدليه شهيره انا بس مش عايز اقول اسمها، ودي في فاكسيرا نفسها رسميا وفي وزاره الصحه بيقولوا روحوا الصيدليه دي وهي بتبيعها بالسعر الرسمي 720 جنيه هي في الهرم. بعد الحلقه في الهرم بعد الحلقه حضرتك شرفني وانا انزل لهم مباحث تموين والتفتيش. لا مش مباحث التموين يا دكتور، لا ده كمان بيقولوا ان هو اللي مستورد للحقنه وهو اللي بيدي الفاكسيرا. هو احنا عندنا 2 وكلاء معتمدين، التو اس فارما ولابتوب الموجوده دلوقتي، الحيوان الموجوده في الحيوان السويسريه اللي اسمها روفيلاك. اما الحيوان الامريكيه اللي هي جايه من جونسون اند جونسون دي مش موجوده. الموزعين المعتمدين موجودين ومعروفين وعدد الحيوان معروف. طيب اذا مين المسؤول تاني يا دكتور؟ اذا كل حقن الار اتش المسؤول عن التفتيش على صيدليات مصر اداره التفتيش الصيدلي التابعه لوزاره الصحه. طيب نكلم حد الصحة. من اداره التفتيش الصيدلي التابعه لوزاره الصحه عشان نفهم ليه يا جماعه انتوا سايبين حقن الار اتش بتتباع كالمخدرات. شكرا دكتور محي عبيد.